كابتن محمود، اجي مع حضرتك. يعني في جهد بيبذل في الريشه الطائره، وفي تخطيط بيبذل في هذا المجال او هذه اللعبه. خلينا ناخد يعني خط ونبتدي من بعده. باريس 2020، سوري، طوكيو 2020 اللي هتلعب 2021 خلصناها. عايز اتكلم بقى من هذا التاريخ الى الان، ايه اللي حصل واشتركنا في ايه وكان التخطيط ازاي وقعدت وقلتوا ايه مع الاتحاد؟ احنا حطينا برنامج مع الاتحاد المصري لشطة الطايره، وكان استاذ محمد كمال في الفتره دي هو اللي ماسك الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد حاليا مع دكتور علي حسب الله. وحطينا بلان كبيره ان احنا لازم نرفع من الرانك الدولي بتاع اللعيبه بتاعتنا، وكانوا هما في الفتره دي كان اللاعب ادم حاتم وضحى هاني ونور احمد يسري، وكان معانا كابتن احمد صلاح في المرحله دي. وابتدينا عملنا لهم تجارب، والحمد لله قدرنا ان احنا نرتقي بالرانك الدولي بتاعهم، ووصلنا ان احنا دخلنا جوه ال50 بالنسبه للميكس دبلز ادهم وضحى، ووصلنا اول افريقيا ادهم، ووصلنا اول افريقيا ضحى، ووصلنا تاني افريقيا نور. وبعد كده طيب احنا كنا قبل كده فين؟ عشان برضو انا دايما احب اعمل كومباريزون ما بين احنا دلوقتي وصلنا اهو ما شاء الله، وخدنا حتى وحضرتك موجود خدنا اول بحر المتوسط، اول ميداليه، اول ميداليه في بحر المتوسط اللعبه دي، بحر المتوسط في الجزائر واللي جابتها ضحى، صح؟ ضحى. انا مذاكر كويس، بس المهم إيه؟ كنا فين وبقينا فين عشان الساده المشاهدين يبقوا حاسين بالجهد اللي اتبذل قبل انجازاتنا دي. كنا فين؟ كنا كام افريقيا مثلا؟ يعني احنا كنا، يعني احنا 2017 احنا خدنا البطوله دي في جنوب افريقيا. ممتاز سليم. بعديها احنا يعني بعدنا شويه عن المستوى الافريقي، وبعد كده رجعنا تاني في 21 بعد ما حطينا البلان وخدنا تاني بطوله افريقيا سنه 21. ممتاز سليم. يعني بعدنا 17 كنا فوق، و20 خدنا بطوله، عندنا حاجه اسمها تيم ايفنت ابر وتوماس كاب، البنات لوحدها والولاد لوحدها. خدنا في 2020 اللي هي اتلعبت يوم 2020 قبل الكورونا على طول، خدنا اول بنات وتاهلنا لكاس العالم. ممتاز. بالنسبه لافريقيا، وكانت المجموعه كانت بتضم هادية حسني طبعا ابل موجوده حاليا، وكانت ضحى وكانت نور وكانت معاهم رحمه العدوي. دي المجموعه اللي كسبت في 2020 وطلعت كاس العالم. وطلعت كاس العالم. ممتاز. جينا بعديها عملنا احلال وتجديد لمنتخب البنات، لان كانت هادية اعتزلت بعد طوكيو 2021 وهي لعبت اخر بطوله ليها في طوكيو. نعم. بعديها اعتزلت وابتدينا نعمل منتخب جديد للبنات. وقدرنا في 2022 ان احنا ناخد نفس البطوله بجيل جديد. تمام. في 2022 في اوغندا السنه اللي فاتت، فبراير السنه اللي فاتت. خدنا يعني الكيرف طالع تاني في البنات. اول خدنا تاني اول، وخدنا وسيطرنا في البطوله دي على معظم الميداليات. خدنا في البنات اول، وخدنا في الرجال تاني، وخدنا في الفرديات اول تاني تالت فردي بنات، وبعد كده خدنا تالت فردي رجاله، وخدنا تاني زوجي رجاله كان موجود فيه احمد صلاح، وكان موجود في البطوله اللي قبليها في النسخه اللي قبليها في 2021 كان ادهم اول واحمد صلاح كان تاني.